بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور جوستين. اهلا بحضراتكم، رجاء محبه جديده على القناه، ضغط زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. خبر للاسف مؤسف زي ما انتم شايفين في العنوان، اختفاء او خطف او اسلمه جبريه او سميه زي ما تسميه. نرجس عادل ابراهيم 18 سنه ومخطوبه، اتغيبت من يوم السبت اللي فات 7/12/2019 من الساعة 3 العصر. كانت بتعمل ايه؟ كانت المفترض راح درس فين؟ في شارع البساتين بجوار مصنع السكر بأسوان. متخيلين حضراتكم العملية زاطت، ما بقتش في محافظة المنيا بس، وما بقتش في المراكز، وما بقتش في القاهرة ولا في المنصورة بس ولا في الجيزة بس، في جوار مصنع السكر. من الآخر كده، في مخططات معمولة ان هي تشعللنا كمسيحيين من الارهابيين، من ممولة من دول، هي شكلها كده واضحة يعني، ممولة من دول همها ان هي تولع مصر وتبهدل لنا البلد، واحنا مش عايزين كده، وفي نفس الوقت عايزين بناتنا وولادنا نحافظ عليهم والدولة تحافظ عليهم. وفي صفحات بعينها بتحض التطرف ضد المسيحيين، وهي باينة قوي ان هي اللي بتطلع بعد ما تخطف البنت وتضايقها او تستفزها او تستغلها او تضحك عليها عاطفيا او جنسيا او اي حاجة، تطلع تأكد ان هي غيرت دينها من المسيحية. الصفحات دي بعينها بقى محتاجين تتمسك، محتاجين ان هي تتسأل قانونية، الادمن بتاعها والتفاصيل بتاعتها دي كلها، لان مين اللي وراهم، مين اللي مقبولهم، مع حاجة غريبة يعني. ايه يا جماعة، كل اللي بغير دينه المسيحيين الستات يعني؟ مش طريقة، وقلنا في فيديوهات سابقة الكلام ده ما ينفعش، احنا في بلد مواطنة. الله، اختفاء البنات ده كلها ايه لازمته؟ بنت 15 سنة وبنت 18 وبنت واحدة 6 عندها 40 و و ايه، بنات بس اللي بتغير؟ ما الكلام ده غريب قوي يعني. فبنطلب تفعيل القانون وان البنات دي ترجع لبيوتها معززة مكرمة. لو في حد عايز يغير يبقى تعمله زي ما قلنا جلسة نصح وارشاد، ويتم الكلام معاه من قسيس وحد مدني علماني، يتكلم معاه متخصصين في مجال علوم الدين المسيحية، يتكلم معاه ويكونوا من نوع الرجالة الصحيحة اللي هي تعرف هتتكلم ومش هتسكت والكلام ده، تاخد وتدي مع البنت او اي حد عايز يغير. وبعد ما تتكلم معاها في الحالة دي اوكي عايزة تروح تغير هي حرة، لكن تخطفوها، الارهابيين يخطفوها، المتطرفين يخطفوها ويعملوا لها فضيحة. يعني اهل البنت دي لو عندهم خيط، طرف خيط، البنت دي فين؟ يروحوا يرقشوا ولاد الكلاب المتطرفين اللي خطف، اصل ده خطف، ده خطف انثى، خطف انثى وتعدى عليها، ده يعني من الاخر كده يا جماعه عقابه ايه؟ قانون مش اعدام، ولا على الاقل مؤبد، بس ده شغل كلاب، كلاب مش بني ادمين عاديين. ان انت تخطف وتخطف انثى، لا. نطلب من الدولة تفعل القانون وتدور عليها وتجيبها، ولها مننا الشكر لما تجيبها بإذن الله، لأن زي ما قلنا اللي هيحصل هنا هيحصل هنا، وهتلاقي ناس بتخطف بنات مسلمات وفي الآخر بتجروا أعضاء أو بيستغلون في حاجة وحش. فما تسكتوش، ولا احنا كلنا نسكت كمصريين على القذارة اللي بتحصل من المتطرفين، سواء
مع البنت، سواء كانت مسلمة، بوذية، مسيحية، يهودية، أي ديانة، لأن اللي هيتعلم يجي عليا هيجي عليك بكرة. رجاء مشاركة الفيديو، عايزين نوصل لألها نرجس عادل إبراهيم، 18 سنة، أسوان. رقم التليفون 012-212-8624-23 012-010-52955. أقابلكم في فيديو جديد، وأتمنى يكون فيديو سعيد. شكرا لحضراتكم.